رح نبلش أولى فقراتنا مع الصحة، ويمكن بمثل هذا الوقت من السنة بتكتر كتير الأمراض اللي ناتجة عن البرد أو نزلات صحيح. البرد، ومنها كمان بعض هاي الأمراض هو وجع المعدة أو التهاب المعدة. في كتير أشخاص بيصيبون بهذا الوقت نزلات برد بتنزل على معدتهم، بتأدي ليصير معهم إسهالات، إقيئات وغيرها من الأعراض، وخصوصا بهي الفترة عم بيجي طبعا بعض أعراض فيروس كورونا مشابهة لأعراض نزلات البرد أو التهاب الأمعاء والإسهال والإقياء. ايمت فينا نفرق بيناتهم ونقول هي حاله ناتجه عن اصابتنا بالبرد او تغير الطقس او حتى لخبطه بالاكل، وايمت هي من اعراض فيروس كورونا؟ كل هذا الشيء رح يعرفنا عليه ضيفنا اليوم بصباحنا غير الدكتور نعمان زيدان، اختصاصي بالهضميه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. الله يعطيك العافيه. مثل ما قالت سلمى بدايات حديثها، يمكن بهيدا الوقت من السنه بيقول لك كمان برد الشام قاسي شوي، بتلاقي كثير في التهاب امعاء، امراض بالجهاز الهضمي خصوصا عند الاطفال، بس مع انتشار فيروس كورونا بشكل كثير كبير عم يكون في اختلاط ببعض الاعراض والعالم عم بتخاف. خلينا قبل ما نفوت بتفاصيل الاعراض نحكي اسباب التهاب الامعاء اليوم. طبعا بعد صباح الخير والله يعطيكم العافيه، حابب استغل منبركم هون بالقناه لشكر كل الكادر الطبي وكل الاطباء وكل التمريض وكل الاداريين والفنيين وكل من يعمل في مجال الطب، لانهم هن حقيقه او ما يسمى هلا الجيش الابيض. نترحم على زملائنا اللي شهداء الواجب حقيقه باللي توفوا بوباء كورونا. تحيه لكل الكوادر، تحيه لكل الكادر، وتحيه لوزاره الصحه ومدراء المشافي جميعا. طبعا اللهم ازل الوباء والبلاء عن هذا البلد ان شاء الله باقرب فرصه. كورونا ليست مزحة حقيقة، ليست مزحة، هو فيروس حقيقي يؤذي ويؤدي وأدى إلى وفيات وإصابات وأدى إلى شلل كامل بالكرة الأرضية مثل ما شفتوا، اقتصاديا طبيا صحيا ونفسيا. شو عم يصير معنا هلا حقيقة بهذه الفترة؟ خلينا بس بالبداية مقدمة صغيرة نعرف شو هذا الإسهال، لأنه بعض الناس ما تقريبا عندهم تعريف للإسهال. الإسهال هو الخروج المائي الذي يتجاوز 3 مرات بالنسبة للكبار ومرة أو مرتين بالنسبة للأطفال والرضع. يعني الخروج المائي المترافق بإسهالات مخاطية وقد تترافق أحيانا بخروج مدمم. هذا تعريف الإسهال الحقيقي. الإسهال سريريا نحن منقسمه لإسهالات حادة وإسهالات مزمنة. طبعا هلأ نحن نعرف أنه في عنا الإسهالات الموسمية، الإسهالات التسممية، الإسهالات الدوائية، الإسهالات الغذائية وهكذا. هلا نحن بهمنا هلا بهذا الفصل، نحن تجاوزنا الصيف وإسهالاته، تجاوزنا الأوبئة الصيفية والأيدي الوسخة وهذه الأمراض اللي نحن بنسميها أورالوفيكال إنفكشن، هدول تبعات يعني الصيف. بالشتاء هلا ماذا يحدث؟ الجهاز الهضمي حساس كأي جهاز حقيقة، ممكن أن يصاب ببكتيريا، ممكن أن يصاب بطفيليات، ممكن أن يصاب بفيروسات. إيمونا هلأ من البكتيريا والبرازيت والطفيليات، نحكي على الوباء اللي مارق هلأ حقيقة أو الإسهالات الفيروسية. الإسهالات الفيروسية تعريفها يجب أن تبدأ بأعراض عامة اللي هي أعراض الفيريميا أو وصول الفيروس إلى الجسم. طبعا هي أعراضها ترفع حروري، وهن عام، شعور بالإعياء، ألم بطني خفيف. طبعا لازم نعرف حضرتكم، نذكركم أنه في عنا الفيروسات التي تصل عن طريق الجهاز التنفسي، والفيروسات التي تصل عن طريق الجهاز الهضمي، والفيروسات التي تتسلل عبر الجلد والأعضاء الأخرى. هلأ لنفرض أنه طبعا الفيروس وصل إلى الجهاز الدموي والمناعي، صارت معركة بيناتهم، أصيب هذا الإنسان بفيروس، أعياء، حرارة، وهن عام، شعور بالغثيان، نقص شهية، نقص وزن بالبداية خفيف لأنه ما عم يأكل، خربطة شوارد، ثم تبدأ الأعراض. إذا تجاوزنا الصدرية الأعراض الهضمية. عم بحكي بشكل عام الفيروسات، بعدين هلأ شوي بنحكي عن كورونا لها خصائص خاصة. تبدأ بعد نقص شهية تبدأ بالتهاب الأمعاء الفيروسي اللي هو أول ألم بطني خفيف، ثم يشتد هذا الألم بالتدريج ويترافق مع إسهالات. الإسهالات تقسم إلى خفيفة وشديدة، الخفيفة 3 مرات يوميا، الشديدة فوق 6 مرات. نعم.
طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن الأعراض مثل ما قلت هي الفيروسية بشكل عام. طيب اليوم في كتير أشخاص ما عم يظهر معهم أعراض صدرية بكورونا، عم بيروح فوراً على المعدة، عندهم عم نشوف أعراض معوية، كيف بنفرق إنه هاد بسبب كورونا؟ تماماً. هلأ نحن سريرياً لازم نميز أول شيء، وطبعا هذا اختصاصنا نحن كأطباء هضمية، نحن بنسوي شيء اسمه استجواب المريض. نحن يجب أن نميز بين الإسهالات الفيروسية الجرثومية الطفيلية الدوائية الناتجة عن تداخلات الجراحية الناتجة عن الحالة النفسية، نميز الإسهالات الكولون العصبي عن الكولون المرضي والأمراضي وهكذا، نميز داء كرون عن التهاب الكولون القرحي. هذا اختصاصنا، هي عبارة عن استجواب بسيط نحن بنستجوب المريض، يؤخذ بعين الاعتبار الحالة المرضية العامة، عمر المريض، البيئة اللي عايش فيها المريض. خلينا نتجاوز هذا الاستجواب. ليش كتير هام هذا الاستجواب؟ لأنه أنا بنظرة واحدة باستجواب بسيط لمدة 10 دقائق أنا بقدر ميز أنه لا، هذا عبارة عن يا أخي كورونا أو هو عبارة عن إسهال فيروسي. شلون بنميز الفيروس العادي عن كورونا؟ هو حقيقة بشدة الإصابة، بشدة الإسهالات، عدم الاستجابة على العلاج السريع، تدهور حالة المريض وخربطة الشوارد. إذا أنا لما عم بستجوب مريض عم يقول لي دكتور أنا صار لي 5 أيام إسهالات شديدة مائية فوق 6 مرات، عندي إعياء، ترفع حروري، ألم بطني، ما استجبت على العلاج الطبيب الأول والثاني والثالث، إذا أنا أتكلم عن حالة فيروسية جديدة شديدة. إذا هون أنا بسأل بقى بستجوب مريض، حدا أصيب بكورونا أو كورون فيروس حواليك من 14 يوم من 10 أيام، بيقولك والله بابا كان فاقد حاسة الذوق والشم، بعدين أنا بعد 6 أيام بلشت يجعني بطني وفقدت، ما عم حس بطعم باللسان طعم الطبخ. إذا نحن نتكلم هون عن حالة كورونا. إذا قال لي لا والله دكتور بعد حبتين أو استجابة وعوضت الشوارد تحسنت، أنا أتكلم مثلا عن روتا فيروس أو مثلا بارا فيروس، أنا أتكلم عن فيروسات أخرى ممكن أن تستجيب على العلاج التعويضي اللي هلأ بنحكي عنه طريقة العلاج. إذا الصورة السريرية، الاستجواب المريض، وبعض التحاليل يجب إجراءها لتمييز بين الإسهالات الفيروسية الخطيرة أو الإسهالات الفيروسية نحن بنقيمها أنه هذا لمشفى، هذا لتعويض سوائل، هذا لفتح وريد بالبيت، هذا فقط لتعويض شوارد عبر الفم إذا كانت حالة الغثيان عنده. إذا استجواب المريض، الحالة السريرية، وإجراءات بعض الاستقصاءات الغير غازية. شو هي؟ إيكو البطن مثلا، بعد ما نفحص البطن سريريا بنشوف بالإيكو توسعات بالأمعاء، فرط حركية بالأمعاء، توسع بالكولونات، المريض لا يتحمل انه ندق بطنه. اذا نحن نتكلم عن حاله على الاغلب هي جديده وشديده، وهم بنصنف المريض وبنحط له خطه علاج. طيب خلينا نحكي عن طرق علاج التهاب الامعاء، خصوصا بهي الاوقات كثير من الاطفال كمان بيعانوا من التهاب الامعاء، والاهالي بتلاقي احيانا بيعطون ادويه من عندهم يعني دون استشاره الطبيب، كمان بيعملوا للطفل اختلاطات. تماما، 50% من الأهالي بيعالجوا أولادهم لحالهم، 70% بيعالجهم الصيدلاني. دائما بيجي لعنا المريض، مع احترامي لكل الاختصاصات طبعا، وبعض الأهالي اللي على فكرة عندهم خبرة متقدمة بعلاج الأطفال، وخصوصا اللي عندهم كتير أطفال ومروا بهذه المرحلة، ولكن بهذه الفترة عبر من بركون أنصح مراجعة الطبيب. لأنه ليش؟ عندما نعالج المرض بدرجاته الأولى والخفيفة إلى متوسطة، نحن نتجنب دخول المريض إلى المشفى، لأنه والطفل وخصوصا هلا في عنا قرصة البرد، في عنا الولد إذا دعس على الأرض حافي، في عنا إذا أكل أو شرب مي باردة، عنا إذا ما غسل إيديه، إذا عنا راح على المدرسة وفات على الحمام وما استخدم الصابون والتاتش، إذا في عنا كتير حالات، والمدارس هلا شغالة والأوبئة شغالة. إذا يجب مراجعة الطبيب فورا لوضع التشخيص بدرجاته الخفيفة المتوسطة، هيك نمنع دخول الطفل إلى المشفى وعجقات المشفى والأمراض داخل المشفى الصدرية. لا، إذا نحن يجب أن نراجع يعني هذا شو عم يصير هلا حقيقة وكيف نعالج. نحن نقيم كأطباء نسبة التشفاف عند الطفل أو المريض الكبير. طبعا الطفل كالرجل الكبير بالعمر دغري بيتجففوا بسرعة وبصير عندهم خربط شوارد، ألم بطني، تشنج عضلات، ممكن يوصل لمرحلة الغثيان، الدوار، ما عاد يقدر يركز. هيدي كلها ممكن واردة عند الأطفال والكبار بالعمر، عند الشباب نادرا أنه يحدث. طبعا العلاج وبعد ما نحط التشخيص
يجب أن نقرر حضرتك أنه هذا ممكن نعالجه فموياً، ممكن نعالج هذا المريض عن طريق الوريد بالبيت، أو هذا إحالة إلى المشفى. الخطة العلاجية تختلف من مريض لمريض. دائماً فوق الوباء الفيروسي للأمعاء بصير عندنا ما يسمى السوبر انفكشن أو العدوى الجرثومية الغازية. فبتلاقي مثلاً يبدأ بإسهالات فيروسية ثم تغزو جراثيم، فبصير بدنا نضيف أنتيبيوتكس، بدنا نضيف مطهرات معوية، بدنا نضيف شوارد ونعاوض الشوارد، بدنا نضيف فيتامينات، بدنا نعطي إيماها جيدة، بدنا نعطي مسكنات وخافضات حرارة، بدنا نعطي المريض إجازة 3 أيام بالبيت، وفي حالات نادرة جدا ممكن نلجأ للطرق الغازية اللي هي مثلا تنظير معدة وأمعاء، شوف ليكون عنده تسمم كولوني أو كولون عرطل أو كولون تسمم ناتج عن جرثومة معينة. يعني بنترك القرار للطبيب باللحظات دائما الأخيرة. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم، قلت انه في عنا نوعين من الاعياءات اللي عم بتصيب الاسهالات او الاقياءات، حتى ان كان كورونا وان كان غيره. نعم. خلينا نحكي عن العلاج، كيف بيختلف بين طبعا المصاب باسهال عادي جراء اي مرض من اللي حكيت عليه او المصاب بكورونا. اذا دائما علاج التهابات الامعاء الفيروسيه، معده او امعاء او كولونات الفيروسيه، نعالج الاعراض، يعني تعويض الشوارد، المسكنات، مضادات التشنج، خافضات الحرارة، مراقبة المريض، مراقبة، وطبعا بعد إجراء الاستقصاءات التحليلية. أنا قررت هلا بعد ما قررنا أنه هذا عبارة عن إسهالات وإصابات فيروسية نعالج الأعراض. لماذا؟ لأنه الفيروسات ما لها علاجات حضرتك، وخصوصا مثلا كورونا ليس له علاج. نحن نعالج الأعراض والمضاعفات والمخلفات، نعالج، نضبط حالة المريض العامة، نضع فرصة للجهاز المناعي لهذا المريض انه يقاوم الفيروس. طبعا ان شاء الله بوصول اللقاحات اللي هي العلاجات الناجعه والمؤثره حقيقه، هو اللقاح بالنسبه لفيروس كورونا. كورونا عباره عن 4 أو 5 عيلات، طبعا وفي عندنا اكثر من 200 عيله فيروسيه ممكن تهاجم الجهاز الهضمي. اذا نعالج الاعراض. هلا اذا ركبت او تتالت للالتهابات الفيروسيه التهابات طفيليه او جرثوميه، نضيف المطهرات المعوية، نضيف الأنتيبيوتكس، نضيف طبعا أدوية بيختار الطبيب على حسب الحالة وعمر المريض. طيب دكتور، بالختام خلينا نعطي بعض النصائح الوقائية لأمراض البرد، إن كان التهاب أمعاء أو بعض الفيروسات، لأنه في كتير من الأجسام يمكن بتلاقيها حساسة عن أجسام أخرى. يعني بالأم بتقلك مثلا عندي هذا الطفل لو كان حفيان، لو كان ملابس ما بياخد برد، بالمقابل بتلاقي شخص ممكن مثل ما قلت إذا كانت الأرض باردة شوي ياخد برد. فخلينا نعطي بعض النصائح الوقائية، لأنه حتى كمان يمكن التوجه للدكتور آخر خيار للأهل، مع التكلفة المادية كمان عم تلاقي الأهل عم يلاقوا بعض الحلول ضمن البيت، لأنه كمان في حمل مادي زيادة بيكون عليهم. صحيح. دائما الجهاز الهضمي يجب أن نعتني به مثل ما نعتني بعيننا، مثل ما نعتني برئتينا. هو جهاز ويعتبر أضخم جهاز بالجسم، ابتداء من المري انتهاء بالشرج والكبد والبنكرياس. هو جهاز هام جدا لحياة الإنسان، يجب أن نعتني به كما نعتني بعيننا ودماغنا. شلون نعتني بنظافتنا، الوارد الطعامي، الاعتناء بماذا نأكل وكيف نأكل وكمية الأكل، التخبيص بالأكل والخربطة بين الحامض والحلو واللفان والتخبيص، تدفئة الجهاز الهضم من الداخل عبر البابونج والزهورات والشاي، أو يعني كل شيء دافي، حتى العصائر الدافئة بتفيدنا كثير. تدفئة الجهاز الهضمي من الخارج عبر حزام والجرابات السميكة ومندعس على الأرض، هذا ما نتعرض لعدة البرد الخارجية، ندفي جهازنا التنفسي، ما نشرب شيء بارد مفاجأة، ما نخبص بالأكل، التوازن الغذائي بين الوارد الطعامي كالدسم، كالبروتينات، كالنشويات، كالفيتامينات. بالشتاء دائما ننصح باستخدام الألياف والفيتامينات. طبعا الفواكه شوي غالية، بنعرف الفيتامينات غالية، الوارد حتى اللحم غالي، كل شيء غالي بنعرف، ولكن نحن ما عم نقول غير باعتدال، يعني الحاجة اليومية حضرتك. يعني هلا ما في داعي مثلا للحلويات والسكريات بالشتاء، لا تفيد كثيرا مثل ما بفيد مثلا 3-4 كاسات فيتامين سي عن طريق عصير كرمنتينا. الاعتناء بالوارد الطعامي كثير مهم، هي اهم نصيحة. 2، الاعتناء بنظافة الوارد الطعامي، يعني الطبخ المطبوخ جيدا، الايدي النظيفة، استخدام الاطباق النظيفة،
ويجب الانتباه اولا واخيرا على خزانات المي. تقريبا 80% من البيوت تستخدم خزانات حضرتك، يجب الانتباه على كلورة الماء، نظافة الماء، نسبة الـ عادة نحن ما بنساوي اختبارات الا للمراكز الكبيرة والمشافي لنسبة الجراثيم الموجودة بالماء. طبعا مشكورة الحكومة، في عنا شيء اسمه تقييم الجرثومي للماء. لماذا؟ هلا اذا لاحظتوا هلا موسم وباء التهاب الكبد A، هلا موسمه بين الشهر 9 و10 و11 و12 بعد الامطار بتكثر الاوبئه التهاب الكبد A اللي هو عن طريق خزانات والابار واختلاط المياه الاسنه مع المياه الحلوه. هلا عم تجينا كثير بالعيادات كورونا امعاء، كثير عم تجينا حقيقه طبعا، وبحمد الله انه عم تجي معويه، ما عم تجي رئويه او صدريه او كلويه او وعائيه، فالمريض عم ينفض كثير لانه الحمد لله كورونا الامعاء يعالج بفتره قصيره لا تتجاوز 3 الى 5 ايام عم يتحسنوا المرضى بدون مضاعفات الكبديه وهالقصص بعدين نحكي فيها ان شاء الله. اما الصدريه سيئه جدا. اذا الوارد الطعامي، نوعيه الطعام، نظافه الطعام، نعم. كثير مهمه اكيد، يعني كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها ان شاء الله يا رب الكل يكون استفاد منها. شكرا لوجودك معنا اليوم دكتور. سهلا. شكرا لك دكتور، والله يبعد المرض عن كل الناس ويشفي جميع المرضى.